نماذج النقل الحديثة مثل التاكسي الطائر والدرونز وغيرها سيتم تجربتها بإذن الله، تجربة يعني مهمة لأنها تمثل نماذج حديثة من نماذج وأنماط النقل القريبة التطبيق. اليوم هناك تسابق بين العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج عملي خلال السنوات القريبة، فلا بد من جاهزية أول شيء التعرف على هذه التقنيات، التعرف على توائمها مع البيئة الموجودة ومع ظروف التشغيل في مثل هذه المواسم. فلذلك يعني لابد أن نكون إن شاء الله في المقدمة للاستفادة من هذه الخدمات، ويكون للحج النصيب الأوفر منها.